أستدل أنه أنه سمو لكم. إحنا في تجمع الوحدة الوطنية العراقي ننفي نفيا قاطعا أن يكون السيد العلواني من أتباعنا جملة وتفصيلا، ولسنا نحن من أتى به، ولسنا من رشحناه. الدليل على ذلك عندما نبدأ بتشكيل الحكومات المحلية نبدي ننطي كتب ترشيح حسب الاستحقاقات اللي صار المتفق عليها بيناتنا الكتل السياسية. خلي يعطوني أي وثيقة تثبت بأن هذا المكان اللي إجا عليه السيد أنس تابع لنا بوثيقة موقعة سواء من ممثلنا السياسي أو من رئاسة الطريقة العليا القاضية الكسنزانية، لأن هو هذا الأسلوب المعتاد وياهم ويا الأشركاء. ننطي ورقة نقول يا بتفضلوا هذا مرشحنا لهذا المنصب جيبوا لنا إياه حتى إحنا نتحمل كل ما يصير عن هذا الرجل. أنس مو إحنا جبناه، أنس الرجل موظف كان في FBS أو ما أعرف شنو، بعدين أخذ شهادة معينة من كلية المعارف، بعدين راح إلى دائرة الجمارك، بعدين يعني بوزارة المالية. إحنا ما عندنا قدرة أن ننقله من المالية إلى الجمارك بعدين نجيبه إلى تقاعد في محافظة الأنبار. هذا وحده يثبت أنه مو إحنا اللي جبناه. إذن أنت الآن المدخل جميل، أنتم الآن تطالبون الجهات التي اتهمتكم بأنس أن يقدموا دليل أي وثيقة على أنه كان مرشحكم، لكن السؤال يتولد هنا. إذن هل يمكن أن ندرج هذا بخانة الاستهداف السياسي الذي يسبق الانتخابات المحلية؟ ولماذا يستهدفونكم الآن؟ طبعا 100% هو استهداف سياسي، استهداف سياسي مو بس لتنظيمنا السياسي بل حتى لتنظيمنا الديني. عزيزي في موضوع أنس وغير أنس، من يصير موضوع انتخابات ويلقون فجوة معينة، طيب أنس قبل مدة شو ما هاجمونا وقالوا لنا هاي انتو يا بمو ويانا، ليش لين طلعنا من تقدم؟ بعد ما طلعنا من تقدم والتحالف وياه صار كل هذا الحكي مسويته الطريقة العليا القادرة الكسنزانية بأنس وغير أنس. احنا ما جبنا أنس، وهذا كل الموضوع لأنه طلعتم من تقدم تم استهدافهم. طلعنا ببيان رسمي من سماحة السيد الشيخ نور الكسنزاني وأوضحنا على قنواتكم وقنوات الباقية وقلنا يابا احنا برا تقدم ولسنا جزء من حكومة الأنبار المحلية، ولليوم نحن لسنا جزء من حكومة الأنبار المحلية. على أي أساس ينطون أنس؟ على أي أساس لا عدنا وياهم تمثيل سياسي باستثناء أحد زعامات الطريقة، هو خاض الانتخابات البرلمانية الرجل وياهم وفاز وياهم ولا زال وياهم، ولكن كرئاسة الطريقة علي قادر الكسنزانية ليس لها أي يد في جلب أنس أو غير أنس إلى حكومة الأنبار المحلية.